السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا أبنائي طلبة الصف العاشر من رياض ومدارس جامعة أزرقاء. إن شاء الله اليوم عشر بنستكمل الدرس الطاقة والقدرة الكهربائية، ما تبقى من الجزء الأول. بنحكي إن شاء الله اليوم عن الطاقة والقدرة الكهربائية. خلينا نسترجع مع بعض قوانين القدرة اللي حكيناها بالحصة الماضية. القدرة تساوي الطاقة على الزمن. القدرة دائما قانونها في علم الميكانيك وفي علم الكهرباء هي نفس الإشي، القدرة دائما بتساوي الطاقة على الزمن. القدرة الكهربائية تساوي فرق الجهد مضروبة في شدة التيار. القدرة الكهربائية لجهاز كهربائي بنحسبها بتساوي فرق الجهد ضرب شدة التيار. حكينا في كمان قانون للقدرة استنتجناه من قانون أوم، يساوي مربع فرق الجهد تقسيم المقاومة. مربع فرق الجهد يعني جيم تربيع على ميم. القدرة تساوي جيم تربيع مقسوما على المقاومة. حكينا هذا القانون اشتقيناه من قانون أوم، تمام؟ ميم بتساوي جيم على تا، وفرجناكم كيف اشتقينا الحصة الماضية واشتقاق هذا القانون انتم مطالبين فيه. قانون الرابع للقدرة تساوي مربع التيار ضرب المقاومة، اللي هو تا تربيع ضرب المقاومة. ونفس الشيء هذا القانون حصلنا عليه من قانون أوم. طيب، في الطلاب كتير سألوني عن أمثلة الكتاب إنه أرقامها بالنسبة لهم مش واضحة، من وين اجت هاي الأرقام؟ خلينا نستعرض مع بعض مثال 6-4 من الكتاب. بحكي مضخة ماء كهربائية قدرتها الكهربائية 264 بالألف كيلو وات، تعمل بفرق جهد مقداره 220 فولت. احسب مقدار التيار المار في المحرك الكهربائي للمضخة. معطيني القدرة لكن معطيني إياها بالكيلو وات، معطيني القدرة للجهاز بالكيلو وات، ومعطيني جيم، جيم فرق الجهد بيساوي 220 فولت. طالب مني مقدار التيار، طالب مني قيمة تا. طيب، أنا أولا ما بصير أخلي القدرة بالكيلو وات، ما بصير أخليها بالكيلو وات، لازم أحولها لوات. يعني 264 بالألف بضربها في ألف، هاي الألف شو هي؟ حولنا القدرة من كيلو وات إلى وات، صار تساوي 264 واط. إذا هون القدرة عندي بتساوي 264 واط، أنا حولتها من كيلو واط إلى واط. كيف حولتها؟ ضربت بألف. لما أنت بتضرب في ألف أنت حولتها من كيلو واط إلى واط. طيب، قانون القدرة الكهربائية اللي حكيناها بشوي، القدرة الكهربائية تساوي فرق الجهد ضرب شدة التيار. القدرة تساوي فرق الجهد ضرب شدة التيار. إذا خلي التيار موضوع القانون، شو بده يساوي؟ القدرة الكهربائية مقسوما على فرق الجهد. القدرة هي عندي هون صار 264 واط تقسيم شدة التيار، تقسيم عفوا الفرق الجهد اللي هو 220، معطيني 1.2 أمبير. يعني كمان مرة، التيار بيساوي من هون، التيار شو بيساوي؟ القدرة الكهربائية مقسوما على فرق الجهد. التيار القدرة الكهربائية مقسوما على فرق الجهد. القدرة هي معطيني إياها هون 264 تقسيم جيم من المعطيات اللي هي 220، فرق الجهد 220. 264 تقسيم 220 بيساوي 1.2 أمبير. طيب، طالب مني في الفرع الثاني مقدار المقاومة، بده المقاومة. إذن في هاي الحالة أطبق قانون أوم، ميم بتساوي جيم على تا، ميم من قانون أوم بيساوي فرق الجهد على شدة التيار. فرق الجهد أصلاً كان معطيني إياه بالسؤال 220، فرق الجهد 220، والتيار أنا حصلت عليه من الفرع الأول 1.2 أمبير بيساوي 220 تقسيم 1.2 يعطيني 183 أوم. طيب، ثالث فرع طالب منا نحسب الطاقة الكهربائية المستنفذة في المضخة عندما تعمل مدة 10 دقائق. طالب مني الطاقة لما تعمل هاي المضخة 10 دقائق، ديري بالك هون دقائق، ما بصير أخليها بالدقيقة، لازم أحولها لثواني. طيب، الطاقة بتساوي الطاقة بوحدة الجول بتساوي القدرة بوحدة الوات ضرب الزمن بوحدة الثانية. حكينا الجول هو أصلاً شو بيساوي؟ وات ضرب ثانية. واحد جول بيساوي واحد واط ضرب واحد ثانية. يعني عشان أنا أحسب الطاقة بالجول شرط تكون عندي القدرة بالواط، وشرط يكون عندي الزمان بالثواني. طيب، إذا الطاقة الكهربائية شو بتساوي؟ القدرة عندي إياها بالواط، أصلا أنا هون حولتها، هون عندي القدرة بالواط 264 ضرب الزمن. الزمن كان عندي بالدقيقة 10 دقائق، بحول الزمن من 10 دقائق إلى 10 إلى كم؟ بضرب في 60، بضرب في 60، فأنا حولته إلى الثواني. إذا الطاقة الكهربائية بتساوي 264 ضرب 600 وتساوي 158400 جول. هذا كان مثال 6-4، هذا كان توضيح للأرقام وحل هاي الفروع. مثال 6-5 بحكي لك مدفأة كهربائية مقاومة سلك التسخين فيها يساوي 25 أوم. إذا كان التيار المار في السلك يساوي 8.8 أمبير، أعطاك المقاومة وأعطاك شدة التيار. شو طالب منك؟ احسب فرق الجهد الكهربائي بين طرفي مقاومة المدفأة. أنا أعطاني المقاومة
وأعطاني شدة التيار. طيب من قانون أوم، قانون أوم شو بحكي؟ بحكي ميم بتساوي جيم على تا، إذا جيم شو بتساوي؟ تا ضرب ميم. هذا من قانون أوم. جيم شو بتساوي؟ شدة التيار مضروب في المقاومة، 8.8 كان شدة التيار ضرب المقاومة اللي هي 25 أوم. هاي كله أنا معطيني إياه بالمعطيات، من المعطيات معطيني شدة التيار، ومعطيات أعطاني كمان قيمة المقاومة. 8.8 ضرب 25 بتساوي 220 فولت، هاي شدة فرق الجهد. طيب الفرع الثاني طالب مننا احسب القدرة الكهربائية المدفع. القدرة الكهربائية أنا صار عندي فرق الجهد معلوم، وعندي التيار أصلا معطيني إياه بالمعطيات، بحسب على هذا القانون. القدرة بتساوي جيم ضرب تا، جيم 220 ضرب شدة التيار 8.8 وتساوي 1936 واط. هاي كانت قدرة المدفع. بالفرع الثالث بحكي لك احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة في المدفع عندما تعمل مدة 5 ساعات. طالب مني الطاقة عندما تعمل مدة 5 ساعات بوحدة الجول. شوف شو طلب مني، طلب مني الطاقة بوحدة الجول. شو يعني يطلب منك الطاقة بوحدة الجول؟ يعني شرط يكون عندك القدرة بالوات، وشرط يكون الزمن بالثواني. ليش؟ الجول يساوي 1 جول، حكينا يساوي 1 وات ضرب 1 ثانية، يعني جول على السريع وات وثانية، تمام؟ طالب مني الطاقة، شرط أنها تكون الطاقة بالجول، إذا القدرة بدها تكون بالوات والزمن بالثواني. القدرة بالوات هي حسبناها من الفرع اللي قبل 1936 وات. طيب معطيك هي الزمن 5 ساعات، كيف أنت بتحول من ساعة إلى ثانية؟ من ساعة إلى ثانية، أول شيء 5 ساعات ضربنا 5 في 60، أنا حولت لدقائق، وكمان مرة بدي أحول لثواني كمان ضرب 60، يعني 5 في 60 في 60، هيك أنت حولت من 5 ساعات إلى دقائق، يعني 5 ضرب 3600، أنت في هاي العملية حولت من 5 ساعات إلى الدقائق، يعني 1936 ضرب 5 ضرب 3600، وهذا الحكي كلياته بعطيني هذا الرقم اللي عندنا هون 34,848,000 جول، أعطاني رقم كبير بالجول، تمام؟ هو طلب مني شرط، طلب مني أحسب الطاقة بالجول، معناته تحسب الطاقة بالجول، إذا القدرة شرط تكون بالوات، والزمن شرط إنه يكون بالثواني. طيب الفرع الرابع الطاقة الكهربائية المستهلكة في المدفأة عندما تعمل مدة 5 ساعات بوحدة كيلو وات ضرب ساعة. الطاقة الكهربائية المستهلكة في المدفأة عندما تعمل مدة 5 ساعات بوحدة كيلو وات ضرب ساعة. طيب إذا أنا في عندي وحدتين للطاقة الكهربائية، يا إما بحسبها بالجول اللي هو وات ضرب ثانية، أو كيلو وات ضرب ساعة. يعني الطاقة بحسبها يا إما بالجول أو الطاقة الكهربائية بحسبها كيلو وات ضرب ساعة. طيب في هاي الحالة لما تحكي أنت الطاقة الكهربائية كيلو وات ضرب ساعة، معناته القدرة شو بتكون؟ كيلو وات. قدرة بتكون كيلو وات، والزمن شو بده يكون؟ ساعة، تمام؟ أنت هون حسبت القدرة بالوات، كيف بتحول من وات إلى كيلو وات؟ بدك شو تعمل؟ بدك تقسم على 1000. قسمنا هون على 1000، حولنا من وات إلى كيلو وات قسمناها على 1000، والزمن بالساعات أصلا أنا حكي لي أنه الزمن 5 ساعات، بس شو اللي عملته هون؟ حولت القدرة من وات إلى كيلو وات قسمتها على 1000. دائما لما إحنا بدنا نحول من كمية أقل إلى كمية أكبر بقسم، من كمية أكبر إلى كمية، عفوا بنحول إحنا من كيلو وات بدنا نحولها، كانت القدرة عندي أنا معطيني إياها بالوات، بدي أحولها إلى كيلو وات، يعني شو بدي أقسم، تمام؟ من كمية قليلة إلى كمية كبيرة بدي أقسم، من كمية كبيرة إلى كمية قليلة شو بدي أعمل؟ بدي أضرب، يعني من وات إلى كيلو وات أنا قسمت هذا الرقم كله، قسمته على 1000، من وات إلى كيلو وات قسمته على 1000 ضرب 5 ساعة، الجواب كله بعطيني 9 صحيح 68% كيلو وات ضرب ساعة. هاي وحدة جديدة لإيش؟ للطاقة الكهربائية. شرط إني أستخدم هاي الوحدة يكون عندي القدرة كيلو وات، هاي القدرة بالكيلو وات، والزمن بالساعة. إذا طلبت منك أنا تحسب الطاقة الكهربائية بكيلو وات للساعة، ضروري تكون القدرة وحدتها كيلو وات، والزمن وحدته ساعة. طيب حكينا عن الطاقة الكهربائية، هسه نحكي عن تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية. تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية في هاي العلاقة، تكلفة الاستهلاك بالفلس. تكلفة الاستهلاك يعني قديش بتدفع مصاري، قديش بتدفع فاتورة الكهرباء، كم كيف تدفعها، بتساوي القدرة الكهربائية لكل جهاز كهربائي عندك في البيت له قدرة كهربائية، هاي القدرة بنحسبها بالكيلو وات ضرب الزمن في الساعة ضرب ثمن الوحدة
ثمن الوحدة بالفلس لكل كيلو وات ضرب ساعة. خلينا نشوف هذا المثال تبع الكتاب عشان نعرف كيف نحسب تكلفة الاستهلاك. طيب في عنا جدول، هذا 6-3 من كتابكم، مثال 6-6، يحتوي معلومات عن بعض الأجهزة الكهربائية. معتمدا على هذه المعلومات احسب الطاقة المستهلكة من الأجهزة جميعا مدة شهر، شهر يعني 30 يوم. إذا علمت أن متوسط ثمن كيلو وات لكل ساعة ضرب ساعة هو 60 فلس، يعني ثمن الوحدة عندنا 60 فلس، تمام؟ نحكي عن أول جهاز اسمه التلفاز. التلفاز قدرته 80 واط، هذا إذا اشتغل 12 ساعة. أنت باليوم بتشغله 12 ساعة، يعني عندك اليوم بتشغل التلفاز فيه 12 ساعة. بالنسبة للمدفأة هي قدرتها 2000 واط إذا شغلناها باليوم ساعتين. الحاسوب 260 واط، وأنت بتشغل الحاسوب في اليوم 8 ساعات. عندك 3 أجهزة، كل جهاز له قدرة تختلف عن الثاني، وانت بتشغل كل جهاز. مثلا التلفاز كان 12 ساعة، المدفأة ساعتين، والحاسوب 8 ساعات. طيب بنحكي ايش عن ثمن الطاقة الكهربائية، بنحكي عن كلفة يعني الثمن، يعني كم انت بتدفع مصاري لشركة الكهرباء، كم بتدفع لها. الثمن بيساوي القدرة ضرب الزمن، هاي هي الطاقة الكهربائية. شو بتساوي القدرة ضرب الزمن؟ طيب ثمن الطاقة الكهربائية بتحكي القدرة ضرب الزمن ضرب ثمن الوحدة. ثمن الوحدة هون أنا حكي لك إنه ثمن الوحدة هو 60 فلس. طيب ثمن الطاقة لجهاز التلفاز، تروح عند التلفاز أول واحد، ثمن الطاقة باسم جهاز التلفاز، يعني أنت لما تشغل تلفاز كم تدفع كهرباء بس عن التلفاز لحاله. قدرته 80 واط، بس هو طالب مني هون القدرة إيش بالكيلو. 80 تقسيم 1000 كم تعطيني؟ 8%، هاي قدرة التلفاز. ضرب الزمن 12 ساعة، أنا شغلته 12 ساعة في اليوم، تمام؟ ضرب ثمن الوحدة، ثمن الوحدة كم؟ 60 فلس، 60 فلس، هاي ثمن الوحدة، 8% ضرب 12 ضرب 60، بطلع معك 57.6 فلس في اليوم الواحد، يعني أنت كل يوم بتدفع عن التلفاز 57.6 فلس، هذا كل يوم عن التلفاز. بالنسبة للمدفأة، المدفأة هي 2000 واط قدرتها، طيب القدرة تاعت المدفأة 2000، بس ايش هاي واط؟ احنا نحولها لكيلو واط، شو بنعمل؟ نقسم على 1000، شو بصير؟ 2، 2 ضرب الزمن كم عندي بتشتغل؟ بتشتغل ساعتين، المدفأة تشتغل ساعتين، 2 قدرتها ضرب الزمن ساعتين ضرب ثمن الوحدة 60 فلس، هاي ثمن الوحدة 60 فلس، 2 في 2 4، 64 بعطيني 240 فلس في اليوم الواحد، هذا الحكي بالنسبة لمين؟ ثمن الطاقة بالنسبة للمدفأة. طيب بنحكي عن ثمن الطاقة لجهاز الحاسوب، أنا عندي 3 أجهزة في البيت، بدي أحسب فاتورة الثلاث أجهزة هدول مع بعض. الحاسوب 260 واط هي كانت قدرته، تمام؟ 260 واط بحولها لكيلو واط، بقسمها على 1000 تعطيني 26% من الكيلو واط ضرب 8 ساعات ضرب 8 الوحدة اللي هو 60، بطلع 124.8 فلس في اليوم الواحد. يعني أنا عندي أول إشي 57.6، 240، 124.8، هدول ثمن كل جهاز فيهم. أنا بدي أجمع الثلاثة مع بعض، الأول مع الثاني مع الثالث، ثمن الطاقة الأجهزة الثلاثة هدول إيش بجمعهم، بعدين بضرب الناتج في كم؟ في 30. يعني أنا جمعت 57.6 مع 240 مع 124.8 أعطاني جواب 422.4، هذا مجموع الثمن للتلفاز وثمن الطاقة للمدفأة وثمن الطاقة لجهاز الحاسوب. طيب هذا الحكي في يوم، هذا مجموعهم بعطيني ثمن الطاقة للأجهزة في يوم. أنا بدي ثمن الطاقة للأجهزة الثلاث في شهر، شو بسوي؟ ضربت في 30، هاي 30 اللي هي 30 يوم، يعني 30 يوم أحسب ثمن الطاقة في شهر، بعطيني الجواب 12672 فلس، تقسم على 100 بعطيك 12672 دينار، تمام؟ طيب بنحكي عن موضوع نفس موضوعنا بس يعني قسم ثاني، بنحكي عن الكهرباء في حياتنا، الكهرباء في بيوتنا في منازلنا في الشركات في المصانع، كيف تصنع هاي الكهرباء؟ المنزل الواحد بيحتوي على عدد كبير من الذرات الكهربائية، بشرط المنزل مصنع الشركة المدرسة بيحتوي على عدد كبير من الذرات الكهربائية، هاي الذرات بتوصل بطريقة مختلفة، بس الأهم إشي إنك تحكي إن هي تنتهي بطرفين بتوصلهم الشركة الكهرباء بتوصلنا سلكين، سلك حي وسلك متعادل، تمام؟ تعمل في الأردن شركات لتوزيع الكهرباء على المنازل عن طريق سلكين، يعني شركة الكهرباء بتوصل لنا للبيوت سلكين كهرباء. أول إشي واحد بده يكون جهده صفر بنسميه سلك متعادل يعني نيوترال، يعني سلكين، في عنا سلك متعادل يعني بده يكون
فرق الجهد تبعه صفر. وفي عنا السلك الآخر بنسميه السلك الحي، بيكون فرق الجهد 220 فولت. يعني إحنا في عنا سلكين، لازم تعرف هاي المعلومة، إنه واحد بده يكون منهم فرق الجهد تبعه صفر بنسميه السلك المتعادل، والتاني بيكون فرق الجهد تبعه 220 فولت بنسميه السلك الحي. التيار في المنازل اللي إحنا بوصلنا مشكلة الكهرباء بيكون تيار متناوب وليس تيار مستمر. تيار مستمر بس بيكون وين؟ في البطارية. التيار المتناوب بيكون عندنا في البيوت. إن شاء الله الفصل القادم بنحكي بالتفصيل عن التيار المتناوب وعن التيار المستمر ونقارن بينهم، بس أنت لازم تعرف هاي المعلومة، إنه إحنا التيار اللي بيكون في بيوتنا هو تيار متناوب، لأنه عندنا هو بيجي من سلكين، فرق الجهد بينهم واحد بيكون صفر والتاني بيكون في 220، يعني في تناوب في فرق الجهد، فبعطينا تيار متناوب. طيب، بما انه الكهرباء هي موجوده في حياتنا بس إلها مخاطر، الكهرباء ممكن تعمل صاعقه مثلا كهربائيه، ممكن تعمل حرائق في البيت، إلها اكثر من طب من شيء خطر ممكن يهدد حياتنا ويهدد كمان الاجهزه الكهربائيه. فهون احنا لازم نلجأ لبعض وسائل الامان الكهربائي. اول شيء وسائل الامان الكهربائي بنحكي عن المنصهر، شيء اسمه المنصهر او الفيوز، بنسميه احنا بالعاميه الفيوز، بتعرفوه. المنصهر الكهربائي هو عبارة عن سلك فلزي رفيع يسمح بمرور تيار محدد، لكن إذا زادت قيمة هذا التيار شو بده يصير؟ يعني هو السلك هذا اللي بالمنصهر بيسمح بمرور تيار محدد، لكن إذا أنت زادت قيمة هذا التيار، إذا الجهاز الكهربائي مر فيه تيار أكبر من التيار اللي بيسمح فيه المنصهر، على طول السلك هذا إيش رح يحمى ورح ينقطع ودغري رح يفصل التيار الكهربائي عن الجهاز. فلما فصل التيار الكهربائي عن الجهاز شو عمل؟ هو حماه من انه يتلف، تمام؟ هذا المنصهر ممكن انه يتركب في القابس تبع الكهرباء او ممكن يركب في جهاز الكهرباء نفسه. لكل منصهر قيمة محددة للتيار يسمح بمروره للدارة، وشكله واضح في كتابكم صفحة 68، وهلا بنحكي عنه كمان بالتفصيل. طلع هذا الشكل، هذا هو شكل المنصهر. هيو هون ها هو سلك فلزي، تمام؟ هذا اللي هون جواته بكون سلك فلزي. هذا السلك الفلزي بكون بربطه احنا مع السلك الحي، هو بتركب مع مين؟ مع السلك الحي اللي بمر في التيار، تمام؟ عندنا هون مكتوب 5، اذا انت تركز منيح مكتوب 5A تقريبا. 5A شو معناته؟ معناته انه هذا المنصهر يسمح بمرور تيار كهربائي اعلى حد انه يكون 5 امبير، يعني بيسمح انه يمر اعلى حد قيمه تيار كهربائي يمشي في الجهاز تكون 5 امبير. فاذا هذا المنصهر انا بركبه على جهاز كهربائي مثلا بتكون شده التيار الماره فيه مثلا 4.5 4.25، بحيث انه لا سمح الله صار عندي شورت كهرباء، صار عندي قصر في داره الكهرباء، تمام؟ فصار عندي اي خلل وارتفعت درجه حراره او شيء وخلاه يمر مثلا تيار عالي، فهو لعند 5 امبير وخلص، بعدين ما بتحمل. يعني المر فيه صار عندنا مشكله وصار عندنا تيار عالي مثلا، فهو بمرر بس لعند 5 امبير. بعد 5 امبير شو بصير؟ هون السلك هذا كلياته شو بده يصير؟ بده يحمى، بده ينصهر، بده ينقطع، فدغري بيقطع التيار الكهربائي عن الجهاز. فبهي الحاله شو عمل؟ هو امن لي حمايه للجهاز الكهرباء، امن حمايه الجهاز الكهرباء انه يتلف، انه يصير حريق لا سمح الله، امن حمايه للمنزل، للبيت، لاهل البيت. فهاي هي وظيفة المنصهر. لكن المنصهر إذا خلص، إذا هو مثلا مر في تيار أعلى من الخمسة وانقطع هذا السلك، أنا ما برجع بستخدم المنصهر كمان مرة. هاي هي بس السلبية الوحيدة، لأن المنصهر ما برجع استخدمه كمان مرة. يعني شفت، هو المنصهر هو عبارة فيه سلك هون نحاسي، احنا بنوصل هالسلك النحاسي بنركبه مع مين؟ مع السلك الحي. فهو انا كاتب لك كل منصهر له درجه، يعني قيمه شده التيار محدده، يعني هذا مثلا بتحمل يمر فيه بس 5 امبير، فوق ال 5 امبير ما بتحمل، دغري هذا السلك شو بده يصير؟ بده يحمى، بده ينصهر، فبده ينقطع، وبالتالي راح يقطع التيار الكهربائي عن الجهاز، وبالتالي هو امن حمايه للجهاز من التلف. طيب بنحكي عن وسيله امان ثانيه. حكينا عن وسيله الامان الاولى اللي هي المنصهر او الفيوز اللي انتم بتعرفوه. بنحكي عن القاطع الكهربائي، كلمه قاطع، قاطع كهربائي، القاطع احنا بتشوفوه في البيوت دائما، مثلا بيشتغل على الكهرباء دائما، فانت بتروح ترفع القاطع مثلا، ليش؟ هو اداه، عبارة عن أداة نستخدمها في التمديدات الكهربائية الخاصة في المباني، حيث تقطع التيار تلقائيا عن المبنى عند حدوث مشكلة كهربائية تؤدي إلى زيادة قيمة التيار عن الحد. نفس الشيء، يعني أنت لما يمر عندك تيار أعلى من الحد دغري القاطع بفصل، القاطع بينزل، إحنا بنحكي القاطع نزل، فأنت بترفع القاطع، القاطع ممكن أنت ترفعه أو ممكن يرتفع لحاله. القواطع لهم أحجام وأشكال كثيرة حسب، تمام؟ له أحجام وأشكال متنوعة القواطع حتى يناسب قيم التيار المسموح فيها، يعني كل قاطع بيختلف عن الثاني، ممكن تلاقي منه أحجام وأشكال متنوعة حتى يسمح بقيم التيار المسموح فيها. طيب بدنا نشوف صورة القاطع. هاي هي صورة عندنا للقواطع، عندنا أكثر من قاطع، كل قاطع، تمام،
بمرر تيار حسب هو اللي بناسبه، حسب كيف شغلت مثلا الفيوز. بس هون بفرق القاطع عن الفيوز، انه القاطع انه هون ما بتلف، يعني اذا نزل القاطع خلاص انت بترفع مثلا او هو بيرفع لحاله، تمام. اذا القاطع هون انا ما ببدله زي الفيوز، القاطع هون هاي هي الفرق الوحيد بينه وبين الفيوز او المنصهر. طيب بنحكي عن وسيلة الامان الثالثة وهي التأريض. وسيلة الامان الثالثة اللي هي التأريض. طلع هاي الصورة، هاي عبارة عن غسالة، تمام؟ عندنا هون جهاز كهربائي اللي هو الغسالة. هاي الغسالة احنا حكينا عن انه في عندنا سلك، هذا السلك اللي طلع عليه الاصفر والاخضر بالعادة بيكونوا مع بعض. هون اسمهم بنسميهم ها سلك الارث او السلك الارضي. طلع هو موصول مع مين؟ مع سلك، مع عفوا مع عمود من النحاس. وين هذا؟ احنا بنزرعه في الارض، يعني هذا اللي انا باشر عليه هو عمود من النحاس مزروع في الارض. وهذا عندنا الارث، سلك الارث هو هي بيكون بالعاده لونه اصفر واخضر، تمام. بفرغ الشحنات وين؟ في الارض. حكينا الارض هي مستودع كبير للشحنات الكهربائيه، تمام. انا بتخلص منها وين؟ بوصلها مع السلك مع الارض. لكن طلع هاي الغساله، هاي الغساله فيها سلك طالع، فيها ارث، ما فيها ارث. احنا مددين ماشي في الكهرباء في بيوت، في هذا البيت في اصلا في مجال انك تمدد للارث، بس هو صاحب البيت مش ممدد سلك ارث من الغساله لوين؟ لما هذا السلك مش رابط. فهو شو صار فيه الزلمه هون؟ اجى حط ايده على الغساله، شو صار فيه؟ تكهرب. شو عند كهرب؟ يعني انتقلت الشحنات لوين؟ لجسمه. انتقلت الشحنات لوين؟ هي انتقلت، شايف هاي السلك الاحمر والسلك الحي، انتقلت فيه لوين؟ لجسمه. والصقر الازرق هو المتعادل، الاحمر حكينا هو الحي والازرق هو المتعادل، وهون الاصفر مع الاخضر هذا بنسميه سلك الارث او السلك الارضي، واللي بخلينا نتخلص من الشحنات. طيب هاي الحاله انتقلت الشحنات لوين؟ لوين؟ جسم الزلمه، وتعرض في هاي الحاله لصدمه كهربائيه. طيب شوف هون هذا الزلمه، لا هذا شو عامل؟ هاي عندنا هون الغساله، هو ممدد هاي سلك الارث، هيو شايف هو واصله مع مين؟ مع الغساله، واصل هذا السلك مع الغسالة. فهو في هاي الحالة هو ما رح يتعرض لصدمة زي في الحالة الأولى، حط إيده هون على الغسالة ما تعرض لإشي خطر، لأنه هو شو ماله؟ مدد هاي سلك الغسالة، سلك الإرث، واصله مع مين؟ مع الغسالة. فهاي عندنا بكون عبارة عن عمود من النحاس، إحنا بنوصله مع الأرض، هاي إشارة الأرض، هاي الجراوندد هون، تمام. فعندنا هون سلك الإرث بكون بالعادة لونه أصفر مع أخضر، نوصله احنا مع مين؟ مع عمود من النحاس او فلز، يعني بالعاده بالارض. واصلا كمان يفضل ان تكون دائما الارض رطبه، يعني عشان يضل التوصيل على طول. هاي عندنا صوره للقاطع، هاي عندنا التأريض بنسميه اللي احنا بنستخدمه في التخلط من الشحنات، هاي سلك التأريض شايفين كيف بيكون بالعاده لونه، تمام. وهاي هو بدل الغساله او هو جسم الغساله بنأشر عليها. فهون احنا في هاي الحاله احنا امننا لنفسنا الحمايه من الصدمه الكهربائيه لما احنا بنوصل جسم الغساله مع مين؟ مع سلك الارث او سلك الارضي. وهيك احنا بكون حكينا عن ثلاث وسائل حمايه، اللي هي حكينا عن المنصهر، حكينا عن القاطع، حكينا عن التأريض. ان شاء الله الحصه القادمه 10 بنحل معكم اسئله الفصل ان شاء الله. والله يعطيكم العافيه.